الآن إن شاء الله راح تبدأ رحلة المدينة المنورة من مكة المكرمة. بس من المعاني اللي الواحد يستشعرها إنه النبي عليه الصلاة والسلام لما غادر المدينة المنورة كان عمره 53 عام. تعرف يعني 53 عام يترك بلده وبعدين هو شيخ جماعته. يعني الحالة النفسية للنبي عليه الصلاة والسلام وهو يغادر مكة المكرمة ليتوجه إلى بلد جديد. إحنا بالنسبة لنا الآن مكة والمدينة مدينتين في نفس الدولة، لكن في زمن النبي عليه الصلاة والسلام وكأنها دولتين مختلفتين، هجرة اسمها. فالمعاني اللي في خاطر وقلب النبي عليه الصلاة والسلام في أنه يترك بلده اللي يتربى فيها وهو كبيرها وهو شيخها وهو من علية القوم فيها ليبدأ حياة جديدة في دولة ثانية، يا ترى شو اللي كان بخاطرك يا رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ رحلة النبي عليه الصلاة والسلام من مكة للمدينة المنورة أخذت منه 10 أيام. طبعا فيش أدنى وسائل سلامة ولا أدنى وسائل الراحة ولا أبسط وسائل الرفاهية. إحنا رحلتنا اليوم راح تكون 2 إلى 10 دقائق من مكة إلى المدينة المنورة، ومع ذلك نعتبرها سفر وفيها يعني. لكن حبيبك النبي عليه الصلاة والسلام، حبيبك النبي عليه الصلاة والسلام 10 أيام مهدد بالقتل، ونفسيته والتعب والحر والشمس، ومدفوع ثمن لعنق الشريف 100 ناقة بس اللي تجيب النبي عليه الصلاة والسلام، بس عشان يبلغك الدين، علشان يبلغك الدين. إن شاء الله تكون رسالة واضحة. بسم الله الرحمن الرحيم، الصلاة والسلام عليك يا سيدي رسول الله، اللهم افتح لنا أبواب رحمتك. فمبلغ العلم فيه أنه بشر وأنه خير خلق الله كلهم. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله. ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحيما. السلام عليكم دار قوم المؤمنين، وأن إن شاء الله بكم لاحقون. نسأل الله لنا ولكم العافية، اللهم لا تحرمنا أجرهم ولا تفتننا بعدهم واغفر لنا ولهم. إحنا هون شهداء أحد، وهذا جبل أحد، هذا كله جبل أحد. هذا جبل أحد، هاي منطقة معركة أحد، والجبل اللي أمامنا هو جبل الرماة. رحم الله شهداء المسلمين أجمعين في كل مكان، ونسأل الله تبارك وتعالى أن يجمعنا بهم على حوض النبي عليه الصلاة والسلام وعلى نهر الكوثر. هذا جبل الرماة، يعني تقدر تتخيلوا الرماة كانوا واقفين تقريبا بهاي الطريقة، لكن مش بهذا العدد. فجبل الرماة اللي كانوا بيحموا ظهور جيش المسلمين، والتف من وراء سيدنا خالد بن الوليد، وكانت النتيجة جبل أحد أو معركة أحد زي ما بتعرفوا. رضي الله عن شهدائنا أجمعين، نسأل الله ألا يحرمنا من بركاتهم وأن ينفعنا بذكرياتهم.